دلوقتي احنا هنا موجودين في المكان اللي احنا بنتدرب فيه على ضرب النار، معايا الرخصة بتاع ضرب النار كويس، وفي هنا بتختار هنا الطلقات اللي بتحتاجها، وهنا بتختار السلاح اللي ممكن تشتغل بيه كويس. بنخش جوه الصالة دلوقتي ونتفرج. ممكن في تقدر تختار أسلحة من الأسلحة اللي موجودة دي كويس، كمان في بيع، وفي الطلقات بتختار برضو نوع الطلقة اللي انت عايز تشتغل بيها مع نوع السلاح اللي هتشتغل بيه. بعد كده طبعا بنقدرهم تقدر تاخد ترخيص وتقدر تروح تصطاد او تضرب نار. معايا هنري كويس، هنري النهارده هيتدرب النهارده، انا جايبه عشان يتمرن. ومعايا نينو، نينو برضو معايا هتتمرن النهارده على ضرب النار، وده مكان جميل جدا، وانا بحييكم واتمنى تيجوا تشرفوني. وهنكمل جوه في الصاله الفيديو. اوكي روح. دلوقتي نينو وهنري لبسهم الصوت، سامعين الطلقات جوه بتضرب ازاي، والنضارة دي علشان مفيش بارود يجي في العين. زي ما قلت لكم ان احنا اعمرنا المسدس، والمدرب شرح لي انا هعمل ايه، وبنبدا نضرب. يلا اول طلقه هنا راح اضرب. برافو هنري. Ноги поставь на ширине плеч и руки выпрями. Выпрями руки хорошо. Выпрями руки хорошо. И возвращаться к руку. Не надо.
Молодец, десяточка. О, браво, Нина. Я почти выиграла. А так оно у меня вверх полетело, оружие у меня вверх полетело. Да. Другая еще. А, оружие. Нравится? Выпрямляй руки, выпрямляй, целься сама.